السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلمة. نعود للحديث عن تاريخ المعتقدات والأديان عند الإنسان التي الهدف منها هو الوصول إلى الديانات الإبراهيمية بصفة عامة، ولكن الهدف الأساسي هو العودة إلى الحديث عن الإسلام بصفة خاصة اللي هو يهمنا. قبل تقريباً 5 سنوات عملت ياسر فيديوهات على القناة متاعي القديمة اللي تم إغلاقها على مدير ربكم، وتكلمت حول تاريخ الإسلام من المصادر الإسلامية الرسمية. طبعاً كانت الهدف متاع هذه الفيديوهات هو تعريف المسلم بدين ربه. طبعاً ركزت على الجوانب المهمة جداً والتي يعني تخصنا في الوقت الحاضر، ولكن طبعاً تلك الفيديوهات كان الهدف متاعها الأساسي هو تعريف المسلم أو غير المسلم المتكلم بين قوسين باللغة العربية على الدين الإسلامي كما وصل إلينا منذ قرابة 1000 سنة. ولكن هذه المرة عندما سوف أتكلم عن الإسلام سوف أتكلم بطريقة موضوعية بعيد كل البعد عن العاطفة، وبعيد نوعا ما عن المصادر الرسمية أو التأويل الرسمي للإسلام، وطبعا اعتماد على مصادر أخرى جانبية توضح حقيقة الإسلام، والبحث فيما يسمى الجانب الخفي اللي نجده في هذه الكتب الرسمية، وخاصة طبعا القرآن اللي هو اعتبره كما تعلمون هو أقدم مصدر يوضح ويبين حقيقة الإسلام. وطبعا ذلك اعتماد على علم التاريخ والواقع الحاضر وكيف ننظر للأشياء. الهدف من هذا هو أخذ فكرة واضحة عن الإسلام، طبعا هي وجهة نظري ولكن يمكن أن يشاركني فيها الكثير، وخاصة المطلعين على الدين الإسلامي. الهدف يعني من هذه الفيديوهات اللي باش نعملها في المستقبل حول إظهار جانب آخر أو حقيقة أخرى للإسلام هو مواجهة الحقد والكره الذي يروج إليه كثير يعني مما يسمون ملحدين بين قوسين، وهما عندهم كره أعمى ضد الإسلام، وخاصة طبعا ضد ما يسمى بالنقد المسيحي الهدام الذي الهدف منه الأساسي هو دعوة المسلمين إلى دينهم الذي أفلس في أوروبا ولم يصبح له أي قيمة، فهم يبحثون عن أسواق جديدة لترويج معناتها نجم نقول الزبالة متاعهم في دول العالم الثالث وخاصة في دولنا. هذاك علاش يركزوا على فكرة إن الإسلام لا يمكن إصلاحه، إن الإسلام هو داعشي فقط، إن الإسلام هو إرهاب فقط. لا يمكن لأي دين أو أي إيديولوجية أن تكون شر كله. هذه نقطة أساسية ومهمة. احنا عندما ننقد الإسلام أو نتكلم على الإسلام احنا نرفض بعض الأفكار اللي موجودة في الإسلام واللي ما عادش ولا تتمشى مع العصر متاعنا. يعني ما ناش ناخذه في الإسلام كما ظهر، يعني لو ناخذ أي دين مهما كان كما ظهر نلقاه متقدم على العصر اللي ظهر فيه، ولكن عندما يقع جمود للفكر الديني وتتطور الإنسانية ويتطور الوعي والمعرفة الإنسانية
ولا يتم تطوير النص الديني يقع ما يقع الآن، هو إن هناك أفكار تدفعنا إلى الخلف ولا تتركنا أن نتقدم وأن نلحق بالحضارات الإنسانية. كل الأديان مهما كان عملت نقد بناء للمعتقدات متاعها وعملت مصالحة مع تاريخها. احنا ما لازمناش ننكروا ان هناك اشياء كثيرة في الاسلام نجم نقولوا مغروسة فينا وهي من التاريخ. هذا تاريخ ما نجموش نمحيه، التاريخ، التاريخ واقع. اذا احنا كنحب نصلحوا حتى الغرب يسمي روحه مع أن تتطور وتحضر وتمدن، فهمت؟ عمل مصالحة مع تاريخه الطويل سواء المسيحي أو اليوناني أو الروماني أو غيره، وأعاد النظر في المعتقدات بتاعه. والمسيحيين الآن واليهود الآن يعني يعتبرون متطورين، ما جاوش قالوا لا المسيحية لا يمكن أن تتطور، اليهودية لا يمكن أن تتطور، لا طوروا وقدموا البديل، لأن ديما هناك أشخاص يحتاجون إلى المعتقد. ولكن أي معتقد، المشكلة ليس في المعتقد بحد ذاته، وإنما المشكلة في النظرة اللي نحبوا نوصلوها للمعتقد. طبعا أنا ضد فكرة أن نقول الإسلام هو هذا، سواء من يدعون أن الإسلام هو السلفية الوهابية الجهادية، أو من يدعون أن الإسلام هم القرآنيين أو الأحمديين أو ما يسمى المذاهب الصوفية. الإسلام ليس واحد ككل الأديان، هناك طيارات. جيت تقول لي المصدر، نقول لك المصدر ليس له قيمة، المصدر ليس له قيمة بحد ذاتها، الفكرة ليس لها قيمة بحد ذاتها، وإنما كيف نؤولها وكيف نفهمها وكيف نؤمن بها. هذه مسألة واضحة صحيح، معناتها هناك نصوص إجرامية سواء في القرآن سواء في الإسلام سواء في المصادر، كما هناك نصوص إجرامية في كل الأديان، ويمكن نؤولها بالطريقة اللي نحب عليها. إذن أنا الهدف من سلسلة تاريخ الأديان والمعتقدات عند الإنسان هو إعطاء نظرة على حسب الواقع الذي ظهر فيه الإسلام، وكيف تطور الإسلام ووصل إلينا اليوم كما هو، بعد طبعا المصيبة الكبرى التي وقعت في الإسلام الرسمي الأرثوذكسي، وهو غلق باب الاجتهاد. ولكن هذا لم يمنع ظهور مذاهب بالعشرات بل بالمئات، وإلى اليوم تظهر مذاهب جديدة تريد أن تصلح الإسلام. طبعا هذه الفيديو ما هيش باش نتكلم حول إصلاح الإسلام، ما هيش باش نتكلم عن المسألة هذه، وإنما هي مقدمة أو تذكير، لأن احنا هذه الحلقات عنا قداش ما عملناهمش، خاصة إن بقينا نتكلم عن غنوصية فترة رمضان وبعد رمضان، وكثير من الإخوة اتصلوا بي وقالوا لي ماذا بيك يعني ترجع للحديث عن الإسلام وتعطينا وجهة نظرك حول الإسلام. طبعا أنا الغنوصية مانيش بش نوقفها، وإنما بش نحاول نوازي من بين الموضوع هذا والموضوع هذا مع المقابلات. طبعا هنا حبيت نقول حاجة أخرى، اللي أنا تقريباً من اللي خرجت من الإسلام قرابة تقريباً 20 سنة وأنا أنقد في الإسلام، والهدف متاعي متاع النقد ليس كرهاً أو حقداً في الإسلام. صحيح ساعات واحد يتشنج ويتنرفز ويقول كلام يعني كما نقوله أحنا يمس المسلم، ولكن أنا عمره ما كان الهدف متاعي هو إيذاء الآخر مهما كان. يمكن معناتها هناك كلام أنا استفزيت فيه المسلمين أو حتى المسيحيين أو غيرهم من المعتقدات، طبعا لأني ملحد فهمت وعندي الحق باش نقول وجهة النظر متاعي
وجهة النظر متاعي حتى ولو أنا منيتش باش نستفز بها المسلم أو الديانات الأخرى، نعرفوا اللي احنا اللي الأديان جدا حساسة، خاصة احنا نعرفوا ان اللي تبعوا هذه الأديان عندهم ما يسمى بالجانب المقدس للرموز متاعهم، سواء الكتب متاعهم، سواء الأنبياء متاعهم، سواء الشيوخ متاعهم أو الأئمة متاعهم أو غيرهم، عندهم نوع من القداسة. إذن غير أنت تذكر لهم هذه الأمور بطريقة مش كما هما يحبوها، يحسوا اللي هو تهجم وإهانة للمعتقد متاعهم. مثلاً نقول محمد وما نصليش عليه، ولا نقول مثلاً الكتاب المقدس، فهمت، على المقدس مثلاً تاع المسيح، أو مثلاً أسخر من عيسى أو من موسى أو من الأنبياء بصفة عامة. أنا هذه ليس سخرية بحد ذاتها، وإنما هو نقد، نوع من النقد، وهو فيه نوع من الاستفزاز. أنا أتفق معهم أن فيه نوع من الاستفزاز، لأنهم ينظرون إلى هؤلاء الأشخاص كأشياء مقدسة لا يمكن لمسها. ولكن أنا الرسالة اللي نحب نوصلها من خلال هذه الاستفزازات، يعني البسيطة أعتبرها بسيطة لأن هذا معتقدي، عندما نقول أنا مثلاً محمد كذاب ولا موسى كذاب، يعني أنا أعتمد على المعتقد متاعي والبحوث متاعي، لأني أؤمن أن هذا الشخص ليس نبي ولم يأتيه الوحي، إذا لا يمكن أن يكون إلا كذاب أو مريض يتصور أنه نزل عليه الوحي أو غيرها من الأمور. إذا اللي حبيت نقوله، أنا النقد متاعي كان حباً في أهلي، حباً في من حولي، حباً في وطني، حبي للتاريخ المشترك اللي يجمعنا هذه الشعوب اللي بين قوسين الإسلامية. عندنا تاريخ مشترك وهي ذاكرة، ذاكرتنا الإنسانية ما نجموش ننكروها. بعضهم يقولوا لي شبيك يا أخي رجعت للإسلام وشبيك وليت تدافع عن الإسلام. لا، مش مسألة رجعت للإسلام، أنا ملحد، هذه مسألة واضحة. ولكن أنا ملحد لا يعني أني نهار الكل وأنا نسب في الأديان أو أهين الأديان أو المعتقدات أو أسب معناتها من يتبعون تلك الأديان. أنا أطرح وجهة نظري، أنا الهدف متاعي ليس إقناعهم بالخروج من دين معين مهما كان، ليس هذا الهدف متاعي. أنا الهدف متاعي الأول هو التعبير، هذه مسألة واضحة، والهدف من التعبير هو توضيح وجهة نظري باش الطرف المقابل ينجم يفهمني علاش أنا نقول مثلا المسألة هذه ما هيش صحيحة، أو هؤلاء الأنبياء بين قوسين ما همش أنبياء. الشخص ما ينجمش يفهم علاش أنا نقول الكلام هذاك، إذا أنا نوضح له وجهة نظري، وطبعا في نفس الوقت نوضح معنتها كيفاش وصلت لهذا التفكير. ويمكن كثير منكم يعني يوافقني في الفكرة، ويمكن اللي ميوافقنيش، ويمكن اللي يفكر ويوصل لنفس النتيجة. إذن أنا لا أريد أن أقنع الآخرين، وإنما أريد الآخرين أن يفكرون، هذه هي المسألة، وأنهم يوصلوا إلى قناعات شخصية. لو أوصلته القناعات الشخصية متاعه إلى فهم الإسلام بطريقة ترضيه، ما عندي حتى مشكلة، أو أن يتبع مذهب من المذاهب الإسلامية الإنسانية، ما عندي حتى مشكلة، أو أن يتبع دين آخر أو معتقد آخر، ما عندي حتى مشكلة. هذه مش مشكلتي أنا، مش مشكلتي أنا، هذه مشكلة الفرد. أنا اللي ضده هي ما يسمى أفكار القطيع. القطيع يعني فلان قال أكهو ما عادش نتبعه. ما فماش إنسان يتبع إنسان، كل إنسان عنده المعتقد متاعه والمستقبل. الاعتقاد هي مسألة فردية وهي الأصل في الإنسان، كما تكلمنا في الغنوصية، يعني الإنسان في الأول قبل أن يظهر الكلام كان له معتقد خاص به، من بعد وتظهر الكلام وظهرت الكتابة بدأ يدعو إلى أفكاره على أساس إنها حقيقة مطلقة، وهذا هو الخطأ، لأن هناك أشياء
يمكن أن نعتبرها حقيقة مطلقة وهي الأمور المادية اللي حولنا، ولكن أشياء تنبع من الداخل لا يمكن أن تعتبرها حقيقة مطلقة للآخرين، لأن هؤلاء الأنبياء أو هؤلاء الشيوخ أو هؤلاء أصحاب المذاهب هم يريدون أن يفرضون معتقدهم الشخصي على الآخرين. هذه هي المشكلة الكبيرة. إذن اللي حبيت معناتها نقول من هذه الفيديو اللي هي عبارة على عودة للحديث على تاريخ الأديان، إن الديانات الإبراهيمية كلها من يهودية المسيحية الإسلام بكل مذاهبها والأديان القريبة منها اللي ظهرت في الشرق الأوسط كان المنبع متاعها بدون نقاش هي الديانة الزردشتية، وهذا باعتراف علماء التاريخ وعلماء الأديان. الزردشتية هي أول ديانة توحيدية وأول ديانة جابت كما نقولوا احنا الدين بأتم معنى الكلمة، ولكن هذه الديانة لم تنبع من فراغ، هناك مقدمات لهذه الديانة وعدة معتقدات أخرى جمعت في الديانة الزردشتية. نجم نقولوا التطور نتاع فكرة التوحيد وفكرة الوحي أدت إلى ظهور ما يسمى بالديانة الزردشتية. وأنتم عرفتوا اللي تبعتوا الفيديوهات القديمة عرفتوا كيفاش تطور المعتقد عند الإنسان، يعني كانت في الأول مجرد معتقدات وتطورت وولات أديان كما نقولوا قومية، من بعد دات تظهر ما يسمى فكرة الديانات العالمية، وكانت يعني ديانات متفرقة متعددة وغير كاملة، من بعد بدأت تاخذ شكل دين يعتمد على قواعد وعلى أسس ويكون أكثر كمال وأكثر وضوح لكي يقدم للأشخاص لكي يؤمنوا به. إذن الديانات الإبراهيمية اللي أولها معناتها الديانة اليهودية واللي نبعت منها الديانة المسيحية، من بعد ظهر الإسلام كل واحد ياخذ من اللي قبله ويدمج اللي قبله فيه بوجهة نظر خاصة كما نقولوا احنا على حسب الموقع وعلى حسب العقلية والمنطقة اللي ظهرت فيها الديانة المعينة. لا يمكن أن ندرس الإسلام دون دراسة المسيحية واليهودية، ولا يمكن أن ندرس الديانات الإبراهيمية دون أن ندرس الديانة الزردشتية، ولا يمكن أن نفهم الديانة الزردشتية بدون أن نفهم الديانة الفيدية والبراهمية وغيرها من الديانات الشرق الأقصى، ولا يمكن أن نفهم الديانات هذه والمعتقدات هذه دون فهم الغنوصية التي هي أقدم معتقد نجم نقوله متكامل، ولا يمكن أن نفهم الغنوصية والمذاهب متاعها الكل دون فهم السحر الذي هو أصل الإنسان، وفكرة السحر هي فكرة السيطرة على ما يسمى المادي بقوة خيالية، ما يسمى بالرمز، خلق الرمز، يعني الشيء لا يكتفي أن يكون مادي بل له رمز غير مادي. يعني الإنسان في الأول عندما بدأ يصطاد وقت شاف الحيوانات يعني أقوى منه وتسيطر عليه خلق لها رسوم في الكهوف، وكان يتصور أن عندما يرسم الفيل أو يرسم الغزال أو يرسم الزرافة أنه يسيطر على اللب متاعها والروح متاعها. هذه هي الفكرة اللي اتطورت منها المعتقدات الإنسانية وجاء منها الأديان الأولى. إذن في هذه الفيديو كما قلت لكم الهدف منها هي تذكيركم بالتاريخ متاع الأديان والمعتقدات عند الإنسان لكي نقوم بعد ذلك بالحديث عن الزردشتية والقواعد متاعها الأساسية. طبعاً ما نشوف ندخلوا في التفاصيل متاع الزردشتية رغم اللي عملت أكثر من فيديو عن الزردشتية وكل مرة
أتطرق إلى جانب، سواء إلى زردشت مؤسس الزردشتية أو إلى الفكرة اللب الأساسية اللي موجودة في الزردشتية، وهي فكرة الخير والشر، وفكرة تنحية ما يسمى الآلهة المتعددة والتركيز على إله واحد، وجعل هذه الآلهة الأخرى عبارة على مساعدين أو ملائكة، وخلق فكرة الجنة والنار والعقاب والعذاب وغيرها من هذه الأمور يعني الأساسية اللي نلقاها معناتها كلها تقريبا في الديانة اليهودية والمسيحية والإسلام. نفس الشيء، لا يمكن أن نتكلم عن الديانات الإبراهيمية دون ملخص عن الديانة الزردشتية اللي هي أقدم ديانة توحيدية، ونجم نقول أقدم ديانة جاد كاملة بمفهوم الوحي وبمفهوم الرسول. لهذا هناك كثير من الباحثين التاريخيين يعني يقربون بين فكرة زردشت وفكرة إبراهيم، يعني يتصوروا أن زردشت هو نفسه إبراهيم، لأن وتنرجع في اليهودية أو في الديانات الإبراهيمية، إبراهيم يعني نجم نقول شخصية نوعا ما أسطورية، ولكن وقت ناخذ هذا الشخص ووجد أو لم يوجد يعني عنده جانب كبير مع فكرة زردشت، وخاصة أن التاريخ اللي حد فيه ظهور إبراهيم هو نفسه تاريخ زردشت. احنا مهمناش هل إبراهيم كان زردشت هو نفسه أم لا، وأخذ فكرة زردشت وتحويلها إلى فكرة إبراهيم، أو إن إبراهيم بالفعل يعني تأثر بالفكر الزردشتي وجاء بالفكرة الإبراهيمية من جنوب العراق أم لا، هذا غير مهم. يعني هذه تفاصيل، احنا الهدف نتاعنا هو الحاضر والمستقبل، لأن لا يمكن أن نبني المستقبل بدون فهم الحاضر، ولا يمكن أن نفهم الحاضر بدون فهم للتاريخ واللي يتعدى علينا الكل، خاطر هذا الكل مسجل في اللاوعي الإنساني، فيا فيك في أي إنسان، ما نجمش نقطع مع تاريخي. توا أوروبا أو مناطق أخرى في العالم عندها تاريخ صالحت مع تاريخها مع ماضيها، احنا مع الأسف لم نستطيع أن نتصالح مع ماضينا، ومازال عندنا فكر الحقد والكره للآخر، وكثير منا مع الأسف يرى أن الخلاص هو في اتباع غيره. لا يمكن أن نتبع حضارة أخرى، احنا عندنا حضارة جمعتنا، بغض النظر على الجرائم وعلى الأمور اللي وقعت في التاريخ، سواء في التاريخ الإسلامي أو التاريخ المسيحي أو التاريخ اليهودي، بغض النظر عن هذا احنا تاريخنا مشترك. يعني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عندهم تاريخ مشترك، لو أخذنا غير الإسلام فقط 1400 سنة مش باش نقطعوها كذا. إذا لازمنا نتصالحوا مع بعضنا، ولازمنا نقبلوا بعضنا بكل أطيافنا، حتى المسيح، معناتها المسيح نتاع شمال إفريقيا والشرق الأوسط يختلفون كليا عن المسيح نتاع أوروبا أو نتاع مناطق أخرى، حتى اليهود نفس الشيء. إذا كما أن الغرب تصالح مع مسيحه ويهوده وحتى مسلميها، ألبانيا مسلمة ولكن تصالح معها، احنا لازمنا نتصالحوا مع مسيحينا ومع يهودنا ومع مسلمينا ومع ملحدينا ومع كل شيء، نتصالحوا مع بعضنا باش نجموا نفكروا في المستقبل. مش يعني نقولوا ان الغرب عدو، لا مش بالمفهوم هذا، لا، هذه خصوصية، هما عندهم الخصوصية متاعهم، احنا عندنا الخصوصية متاعنا، ولكن الإنسانية تجمعنا، احنا كلنا بشر، سواء الغرب سواء الشرق سواء الصين سواء افريقيا، كلنا بشر، ولكن الاتباع الأعمى لا يجعلنا نتقدم. احنا كان مش نتبعوا الغرب تتبيع كامل، ما عادش باش نكونوا احنا، لازمنا نحافظوا على الخصوصية متاعنا، لان هذه الخصوصية هي معناتها مصلحة للبشرية. احنا وقت نحاربوا مثلا الفكر الإسلامي
أو الفكر المسيحي اللي يريد يعمم فكرة واحدة على العالم أجمع، احنا نحارب فكر القطيع. ما عنديش مشكلة، أنا ما عندي حتى مشكلة مع أي معتقد أو أي دين، كل واحد عنده الخصوصية متاعه سواء كفرد أو كشعب أو كمجموعة، وهذه الخصوصية أنا شخصياً أؤمن أن هذا ثراء إنساني. حتى العولمة لو لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الشعوب والمعتقدات والطبيعة فهي تصبح مثلها مثل الإسلام الذي يريد أن يعم على كامل الأرض. إذن هذه تذكرة للفيديوهات حول المعتقدات، وكما قلت لكم الهدف هو الدين الإسلامي بنظرة أخرى على حسب الواقع اللي ظهر فيه الإسلام، وكيف تطور الإسلام، وكيف تم غلق باب الاجتهاد، وكيف وصلت إلينا النصوص اليوم التي لم تتجدد أكثر من 1000 سنة واللي هي سبب المشاكل بتاعنا. إذن نحيوا الحقد، نحيوا الكره، وحاولوا باش تفهموا بعضكم. أنا نفهمك وأنت تفهمني، هذا هو المهم، أنك تقبلني كما أنا ملحد وأنا نقبلك أنت مسلم أو مسيحي أو يهودي، أن نقبلك كما أنت، كمك أنت تقبلني كما أنا. أنا نقبلك أنت يهودي، أنت مسيحي، أنت ملحد، أنت ربوبي، اللي تحب أنت، أنت بوذي، مهما كان المذهب متاعك، وأنت تقبلني كما أنا. هذه هي المهم، لأن الإنسان هو المقدس الوحيد، مع الحفاظ على الخصوصية الفردية للشخص والخصوصية متاع الشعوب والهوية متاع كل شعب. هذه هي النقطة المهمة. المهم كما قلت لكم هذه مجرد مقدمة للعودة للحديث عن تاريخ الأديان والمعتقد، والفيديو القادم باش نتكلموا على القواعد الأساسية للزردشتية، ومن بعد ندخل في الديانات الإبراهيمية طبعا، وننطلق في التسلسل إلى أن نصل إلى الإسلام اللي هو يهمنا في الدرجة الأولى. شكرا على المتابعة، شكرا على التوزيع، شكرا على التشجيع، ومع فيديو قادم وبسلامة.